اعتبارا من اليوم وخلال على مدار الاسبوع كله هنشهد ارتفاع طفيف في درجات الحراره مقارنه بالاسبوع اللي فات. الاسبوع اللي فات كان تقريبا درجات الحراره حول المعدل، الاسبوع ده هتعلى شويه عن المعدل بحوالي من درجتين لثلاث درجات، ولكن ان شاء الله من المتوقع ان يكون نسب الرطوبه اقل نسبيا من الاسبوع اللي فات. النهارده مع عوده المنتخب القومي للمباريات مره اخرى بنحب نقول للساده المواطنين المتوجهين طبعا النهارده للاستاد اثناء طبعا خلال ساعات النهار، يفضل النصائح العامه المعتاده ارتداء الغطاء الواقي للراس نتيجه طبعا تعامد اشعه الشمس وارتفاع درجات الحراره، اصطحاب زجاجه المياه ضروري جدا عشان ارتفاع درجات الحراره ونسب الرطوبه، تجنب التزاحم خلال ساعات المباراه اثناء الخروج من الاستاد. خلال ساعات المباراه درجه الحراره هتكون جميله جدا من 29 ل 30 درجه، نسب الرطوبه هتكون منخفضه نسبيا لان هيكون في ان شاء الله متوقع نشاط نسبي للرياح، ده هيقلل شويه من احساسنا بالرطوبه النسبيه اللي موجوده وهيقلل من احساسنا بارتفاع درجه الحراره. ان شاء الله الجو هيكون ممتع جدا. الظاهره الجويه المؤثره الشبوره المائيه اللي موجوده الصبح بدري على الطرق، سواء على الطرق المؤديه لسواحلنا الشماليه او الوجه البحري القاهره ومدن القناه، في التوقيت اللي هو بعد الفجر لغايه الساعه 7 الصبح تقريبا، مجرد ما تبدا تشد شويه اشعه الشمس تبدا تتلاشى الشبوره مباشره. نشاط الرياح هيكون محدود على مدن القناه وعلى محافظات جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، بعض الطرق هيكون فيها اثار للرمال والاتربه هيقل معاها مستوى الرؤيه الافقيه، ولكن ان شاء الله الطرق هتبقى امنه تماما وتسمح بحركه السفر على مدار اليوم باذن الله.